الله وبركاته. أعزائي وأصدقائي الزملاء والزملات من المعلمات والمعلمين، بعد ما صدر لنا تكليف إن إحنا نقوم بالاختبارات التجريبي وتشيرها على أجهزة التاب للطلبة، ابتدينا نعرف الخطوات والإجراءات اللي إحنا هنبتدي نعملها علشان نوصل الامتحان للطالب بصورة صحيحة وسليمة. فبكل بساطة وبكل يسر هنبتدي نشتغل الإجراءات 1 2 3 بحيث انها تبقى سهلة. اولا الامتحان دوت عشان يوصل صح ويتشير مظبوط بيبقى فيه 3 خطوات احنا بنقوم فيها. اول حاجة تسجيل الدخول، وده انت بتاخد الاكواد بتاعتك والباسورد بتاعك من قسم التطوير التكنولوجي بالادارة بيسلمه لك، بحيث ان انت بتدخل بيهم على موقع SE اللي هو اللوكال بتاعك لو انت مدارس حكومية، واللي هي سيكتور 4 لو انت مدارس خاصة. فاحنا مدرسة حكومية دخلنا بالاس اي لوكال ام اللي هي وزارة التربية والتعليم، بحيث ان احنا ندخل على الموقع بكل بساطة وبكل يسر. دخلنا كده على الموقع بعد ما ادخلنا الاكواد بتاعتنا بصورة سليمة، فبنمر ب3 مراحل. اول مرحلة هي اسئلة بنك الاسئلة. لازم اول حاجة زي ما انا كده بقول لكم في الفيديو بدوس على بنك الاسئلة، واول ما بحط ايدي على بنك الاسئلة زي ما احنا شايفين كده اهو بعيد، لما بحط ايدي كده ببص الاقي فتحت قدامي القائمة المنسدلة دي، ما اخشش على اي قائمة، باجي هنا عند بنك الاسئلة الاختبارية وببتدي اضغط عليه، بضغط عليه ضغطتين بحيث ان هو يفتح معايا، ما اخشش غير كده. ابتدى يفتح معايا بنك الاسئلة الاختبارية. اول ما بيفتح معايا بنك الاسئلة الاختبارية زي ما انا شفت كده ببتدي اخد الجريت اللي انا بشتغل فيه، سيام جريت 10 او جريت 11، 10 لو انت في اولى ثانوي، 11 طبعا احنا عارفين لو احنا في ثانيه ثانوي. هبتدي اختار الجريت بتاعي فهبتدي اخد جريت 10. بعد كده ببتدي اخد المادة اللي انا هبتدي اشير عليها الامتحان، المادة العلمية، وبدخل هنا هبتدي اشتغل مادة التاريخ، فهدور على مادة التاريخ والاقي مادة هيستوري وابتدي ان انا اختارها. مجرد ما اخترت مادة التاريخ ابتدت تفتح معايا زي ما احنا شايفين الصفحة كده ان انا اضيف سؤال. اول ما ابتدي اختار ان انا اضيف سؤال هيبتدي يقول لي ضيف السؤال في منطقة الاسئلة. طب في اي حاجة تانية ممكن نعملها في الصفحة دي؟ لا كده خلاص، هبتدي ان انا اضغط على اضافة سؤال جديد. مجرد ما بضغط على اضافة سؤال جديد، طبعا هنا اختيار محدد لان انا عندي السؤال له اجابة واحدة فاختار اختيار محدد، لو انا عندي كان في اسئلة بتختاري اكتر من اجابة فبختار اختيارات متعددة، فانا عندي السؤال اختيار واحد فهبتدي اخد اختيار محدد. ابتديت اخترت اختيار محدد، نقلني للنقطة اللي بعدها، ادي جريت 10 وادي هيستوري وادي نظري. لازم اختار هنا اعلم عليها علامة صح، ولازم اختار ان السؤال بتاعي يكون سهل. بعد كده هبتدي اختار عنوان السؤال. عنوان السؤال بدي اضغط فيه كده وبروح عندي الامتحان اللي انا مخزناه اساسا من الفلاشة بتاعتي وورد او بي دي اف عشان خاطر افتحه للطالب عشان ابتدي اخد منه السؤال وابتدي اعمل له كوبي وبيست. كده بدأت ان انا احط على عنوان السؤال واضغط واروح على الورد اللي انا مخزناه او البي دي اف اللي انا مخزناه وابتدي اخد السؤال بتاعي زي ما احنا شايفين كده واخده كوبي بكل سهولة، وارجع على منصة الامتحان عندي في عنوان السؤال وبعمل له نسخ. كده اخترت السؤال، يبقى انا كده اخترت السؤال بتاعي، هبتدي انا اختار الاجوبة. هاجي برضو هنا في مكان الاجابة واروح تاني على الورد واخد الاجوبة، بس مش هاخد لها ترقيم، هاخد الكلمة بس. طبعا عشان خاطر يجي الاسئلة الاجوبة كلها تبقى منسقة وتحت بعض، فهاجي هنا كل سؤال هاجي اعمل لي هظلل الكلمه كده، ضغطت عليها زي ما احنا شايفين كده واروح على الاتجاهات بتاعتها، اختار سنتر وبعدين ارجع اختار كده عشان ما ترجعش تبقى ايه غلط. اختار الاجابه اللي بعد كده واروح تاني على الورد زي ما احنا شايفين وباجي على الاجابه وباخدها برده بنفس الطريقه كوبي وباجي على الامتحان وبعملها نسخ. ببتدي بردك اظلل عليها وباجي هنا اختارها سنتر وارجع اخدها كده عشان ما توقفش، اجي الاجابه بتاعت نفس الكلام هكذا. بعد ما خلصت وكتبت كل الاجوبه اللي عندي باجي على الاجابه الصح اللي انا عارفه انها الاجابه المظبوطه زي ما المهم
المدرس مسلمني وبختار عليها علامة صح كده. وكده يبقى انا خلصت السؤال وكتبت الاجوبه بتاعته. ابتدي انزل تحت هنا وارجع عند الترتيب العشوائي، اخلي اكتب تحتيه صح، وهنا الترتيب الابجدي اخلي بدون ترتيب. وقبل ما اعمل حفظ واضافه جديده، لان انا بختار مثلا مسح المدخلات عشان ابتدي ادخل جديد او حفظ التعديلات من هنا، لازم اكتب هنا الاصدار بتاع السؤال. كتبت الاصدار بتاع الامتحان بتاعي وكده خلصت، يبقى هبتدي اعمل حفظ وايه حفظ ومسح المدخلات بحيث ان انا يديني ابدا سؤال اللي بعديه. عملي تم عمليه ايه العمليه بنجاح، يبقى تم حفظ التعديلات بنجاح، يبقى السؤال ده عندي اتسجل. ابتدي اعمل السؤال اللي بعديه بنفس الطريقه، وبروح عند عنوان السؤال وبختار، وبدخل برضو على ورقه الوورد عندي بتاعه الامتحان، وابتدي انقل السؤال عندي كوبي. وبعد ما بدخل عليكم بروح على المنصة وابتدي اشير عن السؤال بتاعي زي ما احنا شايفين. بصت كده يبقى ايه نسخت السؤال عندي، وابتدي بنفس الطريقة ادخل على الوورد واخد الاجوبة بتاعته، وبعد كده اختار صح على الاجابة الصح، وابتدي اعمل نفس الاجراءات مع كل سؤال. بعد ما خلصت وسجلت الاسئله بتاعتي وخلصت كل الاسئله بتاعت الامتحان زي ما احنا شايفين كده، ووصلت للاستعراض، يبقى كده خلصت الاسئله بتاعتي اللي انا عملتها واخترت الاجابه الصح وحددتها. هبتدي اروح تاني على بنك الاسئله واختار برضو الاسئله المحدده عشان اشير الاسئله بتاعتي من بنك الاسئله. والمادة برضو بعد ما اخترت البيت 10 والمادة طلعت عندي الاسئلة اللي انا اشتغلتها، هبتدي اعمل عليها احددها كلها. بعد ما حددتها كلها بختار لها كلمة نشر عشان الاسئلة بالنسبة لي تتنشر على بنك المعرفة. سؤال سؤال ببتدي انشره واعمل ايه متأكد اوكي، ادخل على السؤال اللي بعديه عملية ناجحة، ادخل على السؤال اللي بعديه واعمل نشر للسؤال واعمل اوكي، هيديني عملية ناجحة. اخش على السؤال اللي بعديه واعمل نشر للسؤال واعمل اوكي، هيديني عملية ناجحة. بس كده انا خلصت كل نشرت كل الاسئلة بتاعت الامتحان بتاعتي على بنك الاسئلة، بحيث لما اجي ادخل على الاختبار واعمل اضافة اختبار الاقي الاسئلة عندي متخزنة من بنك الاسئلة بختارها، دي اللي بتتنشر للطالب وبعمل لها كده. يبقى انا كده خلصت كل عملية اداني تمت بنجاح وعملي صح اهوت، يبقى انا كده شيرت الاسئلة بتاعتي كلها اللي انا هنزلها للطالب على خير ان شاء الله. بعد كده ببتدي ان انا خلصت هنا، بعد كده خلصت عندي كده وشيرت زي ما احنا شفنا الاسئلة واتعمل قدامها كلها صح. بعد التشير هبتدي اروح على الاختبارات اضغط عليها، وبعد ما اضغط عليها ضغطتين افتح على اضافة اختبار، اتأكد الاول جريت 10 وعربي والمواد بتاعتي كلها وامتحان وكده، وابتدي اعمل على اضافة اختبار. اخترت جريت 10، هروح على المادة، هروح اختار مادة التاريخ history اهي، وبعد كده زي ما احنا مظبوطين هبتدي اروح على اختبار سيان من هنا او من علامة زائد اللي تحت دي، يقول لك اضافة اختبار جديد او من العلامة الخضراء دي، يبقى انا اختار اضافة اختبار. هيديني ان انا عايزة البرنامج اللي انا شغالة عليه بجريت 10 اللي هو سنة اولى ثانوي، وبعد كده المادة اللي هي الهيستوري تاريخ اللي انا لسه نشر الاسئلة بتاعتها قدامكم على بنك الاسئلة، واخترت مادة التاريخ. بعد كده الامتحان، وبعد كده اختار الخطة اللي هي سكول، وبعد كده باخد نموذج الاختبار الشهري لمادة التاريخ. اما باجي اختار هنا نموذج الاختبار الشهري يبقى باللغة العربية طالما انا شغالة في مدارس مش لغات، لو انا شغالة في مادة لغات او مدرسة لغات بختار الاختبار الشهري باللغة الانجليزية، يبقى انا هنا بختاره باللغة العربية. وبنزل هنا عند عنوان الاختبار هكتبه. خلصت كده واضفت عني كل البيانات ببتدي اعمل انشاء، بدوس على انشاء. مجرد ما بضغط على انشاء اللي تم الاختيار بنجاح، يبقى انا ابتدي اشوف الملاحظات بتاعته وابتدي اظهر على اسئلة الاختبار.
دخلت على أسئلة الاختبار ولقيت اهو جريت 10 والهيستوري وسكول كل الحاجات. ببتدي أدخل على منطقة الاختبار وهشوف إضافة سؤال عشان يجيب لي استعراض للأسئلة اللي أنا كنت مخزناها على بنك الأسئلة وشيرتها، وابتدي أحددهم كلهم لأن هختارهم كلهم. لو أنا هختار أسئلة منهم بعضها بعمل علامة صح على كل سؤال. ما بروح كتب هنا التعليمات للطالب، أجب عن الأسئلة التالية عشان تظهر له أسئلة الاختبار اللي إيه هيجاوب فيها. بعد كده أبتدي أنزل أحط الدرجات بتاعة الامتحان بتاعي. الامتحان بتاعي من 8 درجات وحفظ التعديلات. التعديلات بنجاح. يبقى انا بعد ما حطيت الدرجة والعلامة عمل حفظ التعديلات بنجاح. اروح بعد كده على الوصول للاختبار وابتدي اختار بالنسبة لي التفاعل عشان اخد تاريخ بدء الاختبار. وباجي هنا عندي الاجنده اللي فيها التاريخ وابتدي مثلا هعمل الاختبار ده تاريخ بدايته يوم 6 يوم 7 يوم 7 3 اختبار. هختار الساعه 10 صباحا والانتهاء بتاعه هاخده الساعه 12 مساء. يبقى انا كده حددت التاريخ بتاع الاختبار واليوم بتاعه وكمان الساعة والوقت الزمني بتاع الاختبار هيبدأ امتى وهينتهي امتى. ابتدي اي خطوة بعملها ببتدي اديله حفظ. هنا هاخد زمن 30 دقيقة لان مدة الاختبار اسئلته تجريبي بسيطة فهاخد له 30 دقيقة. وزمن التوقف التنبيه قبل الانتهاء اعمله 5 دقايق. وبعد كده ابتدي اعمل حفظ التعديلات. مجرد ما عملت حفظ التعديلات قال لي قمت بحفظ بنجاح. يجب ان يكون تاريخ الامتحان اقل كده. الملاحظات عشان لو الامتحان طويل او كبير احنا عاملينه كتجريبي. بعد كده ادخل على اداره اعداد اسئله الاختبار. اول ما ادخل على اسئله الاختبار ابتدي اعمل اضافه سؤال. هتظهر بالنسبه لي الاسئله اللي انا مخزناها ابتدي اعلمها كلها لاني اخدهم كلهم. لو انا كنت هختار من بعضهم كنت اعلم على واحد واحد وادي لهم الدرجه بتاعتهم. كل سؤال هيبقى درجتين لان الفارم ماركت بتاعه الامتحان كله من 8 درجات. هبتدي كل سؤال من درجتين وبكده يبقى انا حطيت الدرجات بتاعتي والامتحان بيبقى اسئلته سهلة. وابتدي اعمل برضو اضافة الاسئلة على الاختبار. يبقى احنا كده تم حفظ الاسئلة على الاختبار. هروح على الاختبارات وابتدي اشوف اللي تم نشره. وقال لك تم نشر الاختبار. اروح على ادارة اعدادات ونماذج الاختبارات الورقية عشان اعمل معاينة بروفيو على الامتحان وهو بالصورة الورقية بتاعتي وابتدي اعمل تطبيق التعديلات. بعد ما عملت تطبيق التعديلات بتاعتي لازم اختار المدة الزمنية بتاعت الاختبار الورقي. فابتدي ان انا ارجع باك ودوست على ادارة اعدادات ونماذج وعملت المعاينة بتاعتي. ببتدي اروح على السماح بالطباعة واختار الاجندة دي عشان اديله الزمن. طبعا هختار يوم 7 والتوقيت بتاعي هبتدي بزمن ساعة قبل الامتحان فابتدي 9 صباح عشان ابقى في مدة زمنية ان انا اقدر اطبع الاختبار ورقي. وبكده اعمل حفظ التعديلات. تم عملية الحفظ بنجاح. وكده يبقى انا خلصت كل الاجراءات بتاعتي وابتدي ان انا انشر الامتحان بتاعي واروح على نشر الاختبار. او ممكن استعرضه اعمل له استعراض قبل النشر واشوفه هيظهر للطالب. لقد تم نشر الاختبار بنجاح. اروح على المستخدمين الحق المستخدمين دول الحق الممتحنين اللي عندي عشان ينزل لي اسامي الطلبة بتاعة المدرسة بتوعي
ابتدي ادخل هنا الجريد 10 اللي هم اولى ثانوي لماده التاريخ، وبعد كده الماده مختاره الهستوري ماده التاريخ، وبكده ادي ظهر قدامي اسم المدرسه وعليها الحاق الممتحنين بتوعي اللي انا هيجرأ عليهم امتحان التابع. هقول جميع الممتحنين لان دي سنه اولى فيهاش علمي وادبي، فهبتدي اعمل اوكي. قال لي عمليه الحاق جميع الممتحنين ناجحه، ان انت دلوقتي خليتي كل الطلبه بتوع اولى ثانوي اللي متسجلين عندك في المدرسه على امتحان التاريخ ويظهر لهم على التابلت بكل سهوله وبكل يسر، وبالتوفيق لهم والنجاح لاولادنا كلهم ولجميع المدرسين. يا ريت يكون الشرح وافي وبسيط وسهل. مع تحيات اداره المدرسه الاستاذه اماني فارس.